السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. من أهم وأقوى الإشارات العثمانية إشارة اللجف المزدوج، وهي من الإشارات المتميزة ونادرة الاستخدام من قبل العثمانيين في موضوع الدفائن، إلا أنها إذا استخدمت فإنها تكون دالة على كنز كبير في محيط الإشارة وباتجاه المميز من الإشارة، والذي يكون محددا أصلا في هذه الإشارة، وهو من سماتها الرئيسية، حيث سنتعرف عليه بعد قليل. دعونا في البداية نشاهد هذا المقطع ثم نتداول باقي المعلومات بعد ذلك. كما شاهدنا في المقطع السابق، فإن أهم خصائص وسمات هذه الإشارة كما يلي: أولا، تقع في سفح جبل ولا يجوز أبدا أن تأتي في السهول، كما أنها تقع على قمة صخرة ولا تأتي في وسط الصخرة أو تحت قمتها أو في أسفلها، وهذه الصفة تميزها عن الإشارات المشابهة التي تبدو وكأنها لجف مزدوج. ثانيا، توجد مسافة قوسية بين اللجفين، وتتراوح هذه المسافة في الغالب وبشكل عام بين 8 سنتيمتر و 12 سنتيمتر قوسي. قوسي يعني عندما نقيس المسافة نقيسها على شكل انحناء، أي نقيس الانحناء الذي هو بشكل قوس. هذه الصفة وهي المسافة القوسية يجب أن توجد بين اللجفين، وإلا اعتبر شيئا عاديا لا يدل على كنوز. ثالثا، قياس فتحة أحد اللجفين مع طول تقوسها أو انحنائها يجب أن يكون ضعفا قياس قطر فتحة اللجف الثاني. يعني إذا قسنا طول منحنى الفتحة الأولى ووجدناه 10 سنتيمتر مثلا، يجب أن يكون طول منحنى الفتحة الثانية
20 سنتيمتر. ونلاحظ أن هذه الصفة موجودة في هذه الإشارة، حيث أن قطر الفتحة الكبيرة 30 سنتيمتر وقطر الفتحة الثانية 15 سنتيمتر تقريبا. ثالثا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوحد اتجاه فتحة كل لجف من اللجفين. بمعنى إذا كان اتجاه فتحة اللجف الأول جهة الغرب، فإن فتحة اللجف الثاني لا يمكن أن تتجه إلى جهة الغرب أبدا. وإذا كانت فتحة أحد اللجفين جهة الشمال الغربي مثلا، فلا يمكن أن يكون اتجاه فتحة اللجف الآخر جهة الشمال الغربي. ولكن في جميع الأحوال لا يكون اتجاه أحد اللجفين يعاكس تماما اتجاه فتحة اللجف الآخر. يعني مستحيل ومن سابع المستحيلات أن يكون اتجاه أحد اللجفين إلى الغرب واتجاه الثاني إلى الشرق، أو يكون اتجاه فتحة اللجف الأول إلى الشمال واتجاه فتحة اللجف الثاني إلى الجنوب، أو لا يمكن أن يكون اتجاه فتحة اللجف الأول إلى الشمال الغربي واتجاه فتحة اللجف الثاني إلى الجنوب الشرقي. هذا كله لا يجوز أبدا لتكون هذه الإشارة صحيحة، أي يجب أن يكونا متجاورين وليس متدابرين. وهذه أيضا من الشروط الأساسية لصحة هذه الإشارة. لعلكم لاحظتم أيضا في المقطع شكل الصخرة فوق اللجفين، حيث تكون منبسطة وكأنها صينية. وهذه الملاحظة تدل على أن هذا اللجف صناعي وليس طبيعي. علينا أن نلاحظ هنا نقطة غاية في الأهمية، ملاحظة مهمة جدا، وهي موضوع الاتجاه الذي يقع أو الاتجاه الذي يأخذه الجزء القوسي الذي يقع بين اللجفين. هذا الجزء له علاقة، هو مميز الاتجاه المحدد لهذه الإشارة المهمة جداً.